خلي بالك بيعمل اداء خلى الجميع ينظر ليه اكيد او هينظر للاكوادور يا محمد على اساس ان هي منتخب قوي، منتخب له قدرته على الوصول للدور القادم. يعني لما كنا نيجي نسال اي حد في هذه المجموعه يقول لك هولندا والسنغال، دلوقتي الموضوع اختلف. يمكن ده نبدا بالتشكيل الاول لو برضو هاتوا لنا تشكيله يا شباب على الشاشه لو سمحتوا اتفضل. يمكن ده شويه او التفكير ده هو اللي خلى البعض يتوقع ان قطر ممكن تعمل نتيجه ايجابيه امام الاكوادور، بس هو ان اسم الاكوادور كمان مش معروف قوي قدام الجماهير العربيه، لكن منتخب الاكوادور هو احد افضل منتخبات امريكا الجنوبيه، يعني ابتداء من مشاركته في اول كاس عالم من كاس العالم قبل الماضي وهو مستمر في تقديم اداء جيد جدا. ما عندوش اسماء كبيره، ما عندوش لعيبه زي البرازيل او الارجنتين، لكن هو كان طول الوقت بيقدم مستوى كبير جدا، بيحرج منتخبات كبيره جدا، لكن طبعا مع الاسم اللي هو شويه مش معروف في الجماهير العربيه فبدا البعض يبص للمنتخب الاكوادوري على انه يعني هيفوق المنتخب القطري، السنغال منتخب قوي، هولندا منتخب قوي، فالفرصه الوحيده امام منتخب القطر هو الاكوادور، لكن انا برشح الاكوادور هتكون ما بين الاثنين اللي هيصعدوا من المجموعه. المجموعة دي بالنسبة لنا صعبة جدا. المجموعة صعبة، لكن أنا أعتقد إن هولندا والإكوادور هم أكتر منتخبين عندهم، أكتر من السنغال، أكتر من السنغال كمان. السنغال يعني السنغال هتمر بأزمة كبيرة جدا مع إصابة ساديو ماني، مع تراجع مستوى كاليدو كولوبالي، مع تراجع مستوى الحارس المرمى، يعني بعض اللاعبين في تراجع كبير في المستوى، فبالتالي ده هيكون مؤثر بالنسبه لهم. بالعوده لمنتخب الاكوادور، لا منتخب الاكوادور منتخب متماسك جدا، بيلعب 4 4 2، قادر طول الوقت يفرض رتمه على الفريق، حتى لما بيسيب الكوره لمنتخب القطر كان عارف بيتحرك ازاي، بيتحركوا ازاي في المساحات اللي بين خطوط الدفاع، ازاي بيستغل المساحه اللي بين وسط الملعب والدفاع. ومن بدايه الماتش هم كمان يعني كانوا اذكياء جدا في التعامل نفسيا مع المنتخب القطري، المنتخب القطري الجماهير كانت ضده النهارده مش معاه، لان اللعيبه كانت مخضوضه من غالبا مخضوضه من الحضور الجماهيري، غالبا من الحدث. هو اسف بيتكلم قالك في كوبا 19 الضغوط كانت اقل عليهم، الضغوط كانت اقل والحافز اقل، فكره ان انا بلعب في كوبا امريكا وانا ما فيش ضغوط عليا، لكن انا عايز اقول لمنتخبات كوبا امريكا انا منتخب موجود ومنتخب قوي وقادر، فما ما فيش ضغوط موجوده عليا عكس ما بلعب دلوقتي. انا بالعكس انا بشوف كاس العالم مع تراجع خبرات، قله خبرات كمان كتير في المنتخب القطري، بس انا بشوف ان انا بلعب وسط 60 70 الف متفرج وكلام من هذا القبيل، اعتقد ده يديني حافز كبير جدا. يعني كاس العالم على ارضي، تخيل انت كده لو انا بلعب باك رايت وكاس العالم على ارضي، ده انا موت نفسي. يعني اعتقد اضافه طبعا للمستوى الفني اللي انا ما بشوفش، يعني انا عكس البعض ما بشوفش منتخب قطر ان هو مشاركته في كوبا امريكا ده خليته منتخب قوي، لا منتخب قطر حتى امام مصر في البطوله العربيه كان اداؤه متواضع، يمكن منتخب مصر هو اللي كان شويه بيلعب بالاحتياطي بالاداء مش افضل حاجه. صحيح. لكن المنتخب القطري لا، يعني المنتخب هو متواضع فنيا، بقى لهم فتره طويله بيشاركوا بطولات كتير، لكن يبقى مقارنه بالمنتخب الاكوادوري هو منتخب متواضع فنيا، وده شفناه في تقريبا طول المباراه، سيطره كامله، مفيش تقريبا هجمه للمنتخب القطري، الاحصائيات مفيش تسديده على المرمى باستثناء تسديده وحيده. الشوط الكره العرضيه بتاعت معز علي حسن ركبها غلط، ركبها غلط معز بالظبط، خطا حلو. لا بالعكس، بس مش في الفورمه يا كابتن. ثلاث اهداف في الشوط، ثلاث اهداف في الشوط الاول منتخب الاكوادور كان قادر الشوط الثاني يزود حصيله الاهداف، لكن كان بيلعب اداء اقتصادي اكتر منه في الشوط الثاني عشان يحافظ على لعيبته، خلاص المباراه بالنسبه له. برافو عليك، هو فعلا كده.